عبد الحق بن شيخة المدرب الرئيسي للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر. يتقدم قائد فريق الاتحادي الرياضي لمدينة الجزائر السيد بلعيد زين الدين. يتقدم المدرب المساعد للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر السيد فريد زميت. يتقدم المدير يتقدم اللاعب بوشينا مصطفى. لاعب الاتحادي الرياضي لمدينة الجزائر المتوجين بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يتقدم اللاعب شيتا أسامة. يتقدم اللاعب بالقاسمي عبد الفتاح إسماعيل. هم المتوجون بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم اللاعب مريلي إسلام. ويليه اللاعب مزيان بن طاهر عبد الرحمن. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.